وخلق ما تعب بدنيا خصوصا في النزالات الهوائيه والارضيه اللي دفاع منتخب مالي تعالى الصيحات المقابله. شوف 20 لاعب منكمش في حكيمي يلا يمباركي يمرر الزاويه عاصفه مغربيه مبكره عاصفه مغربيه مبكره يلا يا رجال يلا يا اسود كسر الانياب سنتنفس معكم السعداء لو تسجلوا مبكرا يلا بوصوفا كرة قدم يا ناس لا تخاصوا في السن هذا مبدع شوف شوف التمرين بلا نجاح هنا رقيقي وكويري ونقيشي سمو ما شئتم حكيم زياد كرة مغربية او تريوم هاكو هات فريق الوطن غيروا ايقاع كليا باس لاطير رفيع باس لاطير رفيع على الطاير فكرة كانت جميلة الفكرة كانت جميلة كاين تنويع اسلوب لعب كاين تنويع اسلوب لعب عطى مرابط امامكم لاعب فريق ليكانيت المقابلة رقم 40 لهذا اللاعب المقابلة رقم 40 لهذا اللاعب إذا كان تعلق فريق الوطن منذ سنوات شقيقه سفيان يتحين الفرصة شوف على الباص شوف على الباص إلى الفنان زياد مرر بلا ما يشوف لأنه شاف الكوار مرابط زيادة قوية ديال خالد بوطيب هنا أمام استغراب ودهول مدرب هيرفي رونار لأنه مصادر من طرف برونو تمشي من جديد لا 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 يلا يا زياش يلا يا زياش يا 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 الحكم الحكم قريب من العملية من جانب الفرقة من قناة الصورة وغنشاهد أكيد زملاء التقنيين اللي يعيدوا لنا المشهد ديال المرابط لما عرقل في المعترك وديال هذا التدخل ديال هذا التدخل كانت عرقلة رجل دفاع رجله أمامية على أي حكم المقابلة الجنوب افريقي قال واصلوا هذا لينينا من فريق ساوثهامبتون مباشرة في الحارس مباشرة في يد الحارس لعبوا بهدوء كبير هاك وهات خرجوا كرة مساحة ضيقة بالفعل هذا هو الأسلوب اللي يلعب به الفريق الوطني ما يتسرع معنا هنا انطريتوا من اللاعبين غنتوقعوا هدف غنتوقعوا هدف تمشي عبر الأطراف يلا حكيمي يلا حكيمي يمرر يمرر راسيا شوف التمرير يا اشرف شوف التمرير هنا الطاقه كان عليك تعزل اي تختار اي تهويجه انما الحارس الكاس ستيفان بريتسيكي في المكان المناسب الزاويه الخامسه سيلزم هدف في هذا الاثناء يلزم هدف فريق وطني يونس بالهندا بالهندا ارسال ارتقاء والحكم يقول زاويه اخرى ضغط كبير في الاثناء الفريق الوطني ضغط كبير للفريق الوطني ممكن يحل المقابله ويفك شفره هذه المقابله الا هدف للفريق الوطني سايس وطيب والاخرون يصعدون للمؤازره في الوقت الحكم هناك صراع ما بين العديد من اللاعبين في المعترك الحكم من الجنوب الافريقي ديفريتاس يتدخل لفض بعض النزاعات بالهندا والزاويه السابعه بالهندا والزاويه السابعه ما تجاوزتش اللاعبين من جديد مشى 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 الزئبق مشى يمرر يمرر لما تكون كرة في رجل بوصوفا صدقوني ترتعش ثقان الخصوم ما تعرفوش شو غادي يعمل سلالوم يمر طالونا فنان 34 سنة سعد واعي الحكيمي باش لعب مباراة ثالثة فريق الوطن تلعب الثقة أمام تقريبا 55 ألف متفرج ما عطيش أي لعيب ما عطيش أي لعيب حكيم زياش زاوية الثامنة حكيم زياش كونتر اتاك مغربي يلا يا حكيمي مشى امرابط مشى امرابط امرابط يتوصل محاولة المرور رزية كونتر اتاك وتريوم رفيع تريوم رفيع الممرر حكيم امرابط حكيم امرابط امرابط يمرر قلتها هو الفنان بوطيب ان كرون شاسور ان كرون شاسور خرج من الدار ديال المدافعين يلا يا اسود ازعروا كسروا على انيابكم الفوز في متناولكم يشعل المركب الرياضي يشعل المركب الرياضي بعد الصمت الرهيب بعد صمت الرهيب لعشرة دقائق تشعل المدرجات واحدة من الإمدادات واحدة من الإمدادات حكيمي بحكمة كبيرة وبرجحة فكر يمر المرابط
مضى في منقص مرر نزل كاس سابق وطيب نزل مرر وكل كرة تقوم صحيح داخل مرمى الحارس تشعل الأضواء نتنفس الصعداء تصدح الأصوات بالفريق الوطني نعلق المقابلة بكل جوارح نعلق المقابلة بكل جوارح تشتت الأنفاس وفرق وطني إن شاء الله يا رب ينهي المقابلة فوز تاريخي وبعرض كبير المقابلة ماشي سهلة نقول ونكررها المقابلة ماشي سهلة أمام منتخب غابوني عنده لاعبين بالعيار كبير خصوصا ليمينا نشبر طنطن ونجم أومابيون أسطورة كرة القدم الغابونية كرة يلا نبيل يلا يا درار يلا يا حكيم يلا يا فنان يلا يا حكيم فكرة جميلة فكرة جميلة لا 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 يمكن نهيار يمكن نقول الآن نهيار المنتخب الغابوني بلغة كرة القدم داخل المنتخب الغابوني في هذا الأثناء أمام الطوفان الأحمر والأخضر أمام الهستيريا في المدرجات هكذا يشمر كرة القدم المغربية في المواقف الكبيرة يكبر الوطن تكبر الجماهير كل فعاليات الوطنية تكبر إجماع هناك لازم فرق وطني يمشي كأس العالم يبن القرى بكل سر الفرق الوطني بهذا الجيل لا 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 أعطاه كادو أعطاه هدية ثمينة أعطاه لؤلؤة أعطاه جوهرة مرابط وكأني باغي نفضل الجزاء الروعة ثمينة غادي نشاهدوا إعادة بالتأكيد كرة كانت من رفيعة ضغط رهيب للفريق الوطني مسلسل أخطاء الغابوني متواصل بن عطية تدخل رفيعة قتالية كبيرة للعميد العميد اليوم ويمكن نقول عريس هذه المقابلة قدم مباراة كبيرة يلا يا بل لا 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 خالد بوطيب ماشي سماوي ولكن خنقول نسمح الماء لان الفنان بوصوفا من الراس نزل غير المره الاولى سجل بالراس الضربه بالرجل خدم وراء خط المدافعين هنا عنده لو فلير لما كان عنده لو فلير اعرفوا ماذا اقول عنده لو فلير غاتشهد الاعاده واحتفل هذا الهدف يمكن نقول بانه كاماتشو ارتاح شوت فرائزه الاسباني تلخبطت اوراقه لم يتنفذ مع الصعداء صدقوني صارم حتى ما نسيه هيرفي رونار وليستيريا تعود المركب الرياضي محمد الخامس شوف هنا شوف هنا شوف هنا التمريرة شوف حكيمي بوصوفا بوصوفا باص لطيران شوف من يخرج شوف من يخرج فنان كوير كبير لان كل حصل كرته ودخل غادي يمشي امامه جدار نسمعها الماء غير عرضيه فنان فنان 55 الف هنجره تصدح اسم الفريق الوطني هنا ما نقولش غينهار المنتخب الغابوني نتمنى يتكرر السيناريو ديال المركب الرياضي اللي وقع يوم عيد الاضحى انا منتخب المالي بالرباط والسداسيه تاريخ الفرق الوطني رونار يعانق كل طاقم تقني المرافق له الرجل عاش اسبوعا رهيبا مع اللاعبين ضغط عالي يلعب به فرق هذا هو الواقع واحد البريسينغ عالي جدا شوف 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 تيعونا من فضلكم وصل هذا الزحف وصل هذه السماته وهذا العطاء بالسخاء كرة للمخضرم الأحمدي هذا الفنان بوصوفا يمر للمبدع بالهندة هذا الظهير المخضرم درار يلا يا نبيل يلا درار يلا يا نبيل هل تكون ثالثة من جديد على الزياج حكيم لم يستفق بعد حكيم يراوغ لما استفق لما ينعط لما يستخد حكيم يعني ترتعش فرائض دفاع منتخب تلعب ولا تشوف يلزم فوزها ولا سلاح جميلة تلتا ثلاثية تاريخية خالد بوطيب ثلاثية تاريخية هذا ما قلت تيجب إنما قناص من طراز الرفيع ولماذا سجل ثلاث اهداف؟ لانه المجموعه كلها تلعب للاعب خالد بوطيب هداف عنده لو فلير عنده حاسه الشم غير عاديه
ونظر الان ما كرهش متخرج قبل تنتهي المقابله في الاثناء استسلم امام جول الحارس الحمدي. سيطره مغربيه كبيره حتى رونار والجمهور كل مكون الفرق الوطني تنزل شوش ما خلاش نزل ما يمكنش اي لعيب يشل هذا هذا صحيح كيلعب تركيا وكيلعب في ايطاليا وفي انجلترا ولكن قناص من طراز الرافع ثلاثيه غير ترفع من خيمته كهداف وكلاعب وكقناص وكلف كبير للفرق الوطني لانه منذ العربي اعطينا ادوارا كثيره للعديد من اللاعبين كامارشو غير مصدق جلاد ريال مدريد ومنتخب اسبانيا سابقا غير مصدق ماذا يحدث في الملعب ثلاثيه تاريخ الفرق الوطني.